في مقولة بتقول البنات الرقيقة ما بياكلوش غير أكل رقيق زيهم، أنت مع المقولة دي ولا لأ؟ وإيه الأكلة اللي أنت تطلبها من الشيف حسن؟ والله الشيف حسن أكله كله كويس والناس بتتابع معاه على طول على الإم بي سي، واخد بال حضرتك؟ بالنسبة بقى للبنات الرقيقة هم فعلا بيختاروا الأكل الرقيق اللي بالنسبة لهم اللي ما يتعبش معدتهم، واخد بال حضرتك؟ بس أنا شايف إن جميع الأكل كله كويس والناس لازم تاكل جميع أي حاجة. البنات بتاكل محشي وكرومب وكل حاجة. رقيقة ايه بس؟ هي بتبقى عاملة نفسها رقيقة بس هي بتاكل كل حاجة عادي من بره بس. لا طبعا عشان الأكل كله حلو يعني، فممكن في حاجات الناس تحبها وفي حاجات ناس ما بتحبهاش، بس مش شرط ان هو يعني ايه أكل رقيق أصلا. لا أنا ممكن أكون عكس المقولة ديت يعني، لأن شفنا تقريبا معظم البنات الرقيقة اللي شفناها في حياتنا لا ما بياكلوش أكل رقيق خالص. يعني فكرة البنت المصرية ديت يعني فكرة الأكل الدسم ما فيهاش اي جدال او اي اختلاف في الراي مع اي حد يعني. لا كل البنات الرقيقه اعرفهم بياكلوا اي حاجه، اي حاجه قدامهم بياكلوها. لا طبعا ما فيش الكلام ده يعني، في ناس في بنات كتير قوي بياكلوا وتلاقيهم معادين كده بياكلوا كوارع طرب. كذابين كذابين، اللي عايز ياكل اي حاجه بياكل اللي على نفسه اللي يجي على مزاجه. ملهاش علاقه بالرقه. ملهاش رقه ايه يا عم؟ رقه ايه؟ لا بصراحه كل واحده وذوقها يعني، انت فاهم؟ ممكن واحد تاكل فسيخ تحس انها رقيقه بس تاكل فسيخ، فطبيعي يعني في كل حاجه وليه ذوقه في الاكل. البنات الرقيقه ممكن تاكل اي اكل عادي مفيش اي مشكله، وفي بنات عامه ممكن رقيقه بتاكل اكل عادي رقيق زيها، بس مش كل البنات. هي في انواع تاكل برضو خفيف وبرضو جسمهم حلو، في بنات تاكل الله اكبر ما بيبانش عليها برضو زي السوسه والله، بياكلوا عادي ولا اي حاجه. ممكن تلاقي واحده قاعده في مصمت عادي ممكن فرشه وقاعده وتاكل، يعني الموضوع مش زي ما انت فاكره يعني، ملهاش علاقه برقه فاهمه يعني، الموضوع بيبقى نفسه اتفتحت بس. لا هو بياكلوا اي اكل عادي، بس هو الفكره في الطريقه اللي بياكلوا بيها. لا البنات كلها بتاكل اي اكل عموما يعني، البنت ممكن تبقى رقيقه عادي وبتاكل محشي كتير، او ممكن تبقى مش رقيقه وبتاكل باتيه وكرواسون وحاجات عاديه جدا. في بنات بتاكل اكل معين وفي بياكلوا برضو شرط باتيه وكده، بس في بعض البنات اغلب البنات مش بعض البنات بياكلوا ما بياكلوش اللحوم، الفراخ ما بياكلوهاش، دي اكتر حاجه انا بشوفها في البنات. لا طبعا انا مش مع المقوله اللي هي بتاعت الرقيق ياكل الرقيق، لا لا الاكل اللي انا نفسي اكلها من الشيف حسن كوارع مكرونه بالبشاميل نجريسكو. انت كده عكاوي بالخضار كده رايق. انا عموما بحب البفتيك الستيك بصراحه، مكرونه بشاميل عشان بحب البشاميل.